طيب الان حطيت الصينية وهادي على الخون.
أعطونا شي تصفيقات. تبارك الله عليكم. غير وحده وحده احنا معاكم. That's right.
الدنيا رجع في الله انا كيدي درت ثقه ودرت فيك النيه كلام عربي انت عليك ويا الحبيب عوزك عليا رجع في الله انا كيدي درت ثقه ودرت فيك النيه كلام عربي انت عليك كلام قالوا ليا واللي قالوا لك راه قالوا علي كلامهم بعدوك عليا ورجع في الله انا ما فيك خير واش الكلام قالوا ليا واللي قالوا لك راه قالوا علي كلامهم بعدوك عليا ورجع في الله انا ما فيك خير مازال ما سمعت والو هواني هواني يا سلام عليكم عودوها هواني هواني يا سلام يا سلام صافي انا نمشي بحالي صافي عودوا عودوا هواني هواني برافو لكم كل واحد وكل وحدة تصفق على راسها ويصفق على راسه نسمع يا بلاتي 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 هواني هواني مازال بغيت شوية الحرارة مازال زيد 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 هواني 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 الله يهنيكم صافي صافي شبعت انا صافي صافي هواني 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 هكا ديما العدو I'm
هو را يا هو را يا ليلى صحاب الفي اي بي ما سمعناهمش كاع نهائيا داكشي ديال لاكلاس نسمع صحاب الفي اي بي بوحدهم اللي في اللور تبارك الله عليكم هادو اللي قدام هادو اللي صحاب الفي اي بي زيد نسمع زيد وهو را وهو را يا ليلى مازال نجيب شويه الفوليم وهو را وهو را يا ليلى جمهور هو را اقسم بالله العلي العظيم الى احسن جمهور في العالم وكاس القهوه كاس الحليب هو را كايدا والقليب وهو 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 را كايدا والقليب ارجع 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 وهو را وهو را يا ليلى هو را اهو را يا ليلى كلشي كلشي هو را وهو را يا ليلى بلاتي بلاتي بغيت صحاب الفي اي بي يعطونا واحد الوقيفه كاملين كلشي يوقف كلشي 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 زيد 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 هو را اهو را يا ليلى 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 وكاس القهوه وهي تلعب يا تا واش حياتها
عليكم بالصحة والراحة وعطونا شي تصفيقات كاملين. شكرا.
I'm not afraid to die.
تبارك الله الجمهور ديالنا مازال معنا ياك هو راه حاضرين مستعدين للفقره المواليه ما سمعناكمش واش مستعدين تبارك الله عليكم حنا مازال معكم وانتم مازال معنا يسوس مخ باهره اللي غادي ضغط لا مع تيكيرا غورني خنت فوق العياد اللي غنسفقلو سو المقار غورني خن هو راه اكل نين مقارن غدا سوتت نساتي سنات هو راه ارض اللقاءات في نسخته الثانيه اكيد يستمر هذا المهرجان في السهره الافتتاحيه الاولى من هذه السنه سنه 2024 اللي اكيد السهره الاولى شفنا مجموعه من المجموعات المحليه واللي اكيد كانت ضمن اهداف مهرجان هو راه ارض اللقاءات انها تعرف بالفرق المحليه وتعطي اكيد فرصه المشاركه
فوق هذه المنصة، منصة التميز من قلب مدينة ولتيمة، ولتيمة التي تصنع الحدث هذه السنة أكيد بهذا المهرجان فاطمة الزهراء. قالت لحا زكريا درمت أنسني ميرا كل مدلي وسنين أفاديت سكار المقارد ديزري استغرصت لبهرة إزيلنا أنسني مير بهرة المجلس الجماعي ولتيمة أنسني مير كل السلطات المحلية عناصر القوات المساعدة الوقاية المدنية ولا كذلك المنابر الإعلامية اللي حضرنا أو دون اثنين ولا كذلك عناصر الأمن الخاص لسكرية التوري لبهرة إذن راسن كل تيني تاني مرت كي كان دريخكم عفاكم بغيتكم تصفقوا على هاد الناس بزاف بزاف لأنهم قاموا بعمل جاد وجبار لأنهم كيسهروا على تنظيم هذا الحدث المميز فتبارك الله عليهم. أكيد ألف تحية وسلام لجنود الخفاء المساهمين في إخراج هذا المشهد الفني المتميز من قلب مدينة ولتيمة. أكيد تم ذكرهم سابقا وسنذكرهم دائما وأبدا، جنود مجندون في سبيل إنجاح هذا الفن وهذا الحدث المتميز المتميز من نوعه والمتميز بحضوركم أكيد جمهور هوارة. جمهورنا إلا قلت لكم هواري 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 تبارك الله عليكم تبارك الله أكيد. عليكم أكيد جمهور حاضر بقوة فاطمة الزهراء حاضر حاضر غلبتونا تبارك الله عليكم ما شاء الله عليكم. غادي نقول لك فاطمة الزهراء غادي يكونوا حاضرين معنا في هذه الفقرة هذه بالضبط اللي غادي تكون دابا مسادينا أبغينا أني ثلاثة جوج واحد مسادينا أنا ما سمعتكمش واش مستعدين لا بلاتي مازال شوية شوية أنا بغيت تشوفوا أنا بغيت نمشي لأكادير نقول لهم أحسن جمهور هو ديال هو واش مستعدين الرضا وأنا بغيت ناس ديال أكادير يقولوا دائما وأبدا جمهور هو راه حاضر بقوة هو راه حاضرين تبارك الله. زكريا شنو عندنا دابا فين وصلنا عندنا الفقرة المفاجأة إن صح التعبير فقرة متميزة مع فنان اللي كيحمل عاليا شعار الأغنية الأمازيغية ويمتطي سهوة هذه الأغنية وهذا الفن العريق الأصيل لكي يمثل سوس ماسة ويحمله مجددا وكذلك يعني يبدع في مجال الأغنية الأمازيغية صالوجال مجموعة من المدن المغربية صالوجال كذلك خارج أرض الوطن ممثلا الأغنية الأمازيغية أينما حل وارتحل. أكيد سئل في واحد البرنامج هاد الفنان اللي غنقدموا لهم اليوم قالوا ليه واش الا قلنا لك ما تغنيش امازيغي تغنيش حاجه اخرى قال لهم بكل حب الاغنيه الهواريه عطونا صفقه حاره مازال ما غنقدموش مازال مازال فاطمه الزهراء ايتما دي سما اختي زياد راه كيدون مودو دار تاكوري امي منه دما سوقر دي حلان دار اونازور اتري غير هاد فلات نخيزو الزر اسنف لولنس يوسي اشنيال انت الغد تمازيغ تترارت غتو قدني المقارن غتو تو قدني المقارن غوكس انت مازيرت اولا برانس مصدرانيني مسيقا فنان امازيغي شامل غصديقا سفير انت الغد تمازيغ وترات نسبرك وعندنا لكم طلب خاص حضور نعم غادي نطلبوا من الجمهور ديالنا الكريم هذا هو الطلب اللي كنا بغينا منكم باش نجحوا هاد اللقطة هادي ياك رجاء هادوك لي فلاش اللي قلنا لكم تخبيو تقدروا دابا تبينوهم لينا يلا لي فلاش مزيان 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 كلشي 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 فاطمة الزهراء غادي تشوفي تما انا غادي نشوف هنا باش اللي ما شعلش لنا الفلاش هنا غاديين مزيان زيدوا كلشي بغينا كلشي لا حتى حنا مازال عندنا هنا هاد الجهة ديالنا ديال اليسار غادي تبارك الله مزيان زيد زيد مزيان زيد 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 بغينا اليوم سماء هو راه تلألأ بأنواركم حضورنا الكريم وتضاء بأحلى وأروع جمهور فيك يا ولاد تيمة مازال 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 خاصنا باقي لها واحد مجموعة اللي مازال غيصبروا معنا كتب لي تبارك الله نجيمات هادو غير نجيمات هوارة ما شاء الله نزلت من سماء ولاد تيمة وهبطت عندنا ما شاء الله أنا غنطلب لكم واحد الحاجة غنتفقوا خليو لي التليفون ديالكم شاعلين غتهبطوهم غنقول واحد جوج ثلاثه وغطلعوا لنا لي فلاش عافاكم بغينا نعطيو احسن صوره في هاد الليله الزاهيه معكم اكيد جمهور هو راه الاشاره مستعدين هبطوا التليفونات ديالكم كلشي دابا هبط التليفون ديالو نخليو النجمات ديالو لا تيمه دابا غير وحشونا هبطوهم وغنعاودو نطلعوهم يلا فاطمة الزهراء
إذا مستعدين ياك؟ ثلاثة كراد جوج ين واحد جمهور هنا تبارك الله عليكم ونخليكم ما شاء الله عليكم بقاو بحال هكا ايتما هادي السما سيداتي سادتي راه نسبرك مرحبا بكم ونرحب انا زور مقورن بالفنان الكبير المتميز العربي المغران تبارك الله عليكم ربي هاتي اليوم دارو نرجع جينا عندكم وكلنا فرح باش نتلاقاو ان شاء الله نشرحوا هاد السهره اللي بغينا تبقى تاريخيه معاكم فكون يحضر ربي بالركات كله
بزافكم جمهوري في جيجن زادت فيني ضمنون هيا غادي ان شاء الله في جيجن تلعب سيدي مالك ولا بركة غادي يزري غير ذات نحاس ولا والو هادي ريتو حسن صافي ان شاء الله يغلبك سيادة الصوات يسهرون دي دون تتني حركة دي بس نشجع الشباب وكنا حضر كل ما يوصل الخيرات باش يفجيج أغريكا إليات نديز باش أني قد يقيم
يلا كلشي Thank you.